سفر يشوع أصحاح 1 من عدد 1 لعدد 9. أرجو أن نقف لنسمع كلمة الرب. وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته، كما كلمت موسى من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين، وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. تشدد وتشجع، لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم. إنما كن متشدداً وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي. لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. هقرأ آية واحدة من رسالة العبرانيين أصحاح 4، رسالة العبرانيين وأصحاح 4 عدد 8 آية واحدة. لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر، إذ بقيت راحة لشعب الله. مرة تاني، لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر، إذ بقيت راحة لشعب الله. أرجو أن نسكب قلوبنا في محضر رب. وإحنا واقفين نطلب وجه الرب. إذا كنت جاي ومشتاق إنك تسمع صوت الرب، إذا كنت جاي ومشتاق تتقابل مع الرب، قول يا رب أنا مش جاي علشان أحضر اجتماع بس، يا رب مش جاي عشان أقابل ناس ولا أسمع بشر ولا أتعلم حاجة جديدة يا رب، لكن أنا جاي أسمع صوتك، أنا جاي أتقابل معاك. قل له كده، قل له زي صموئيل: تكلم يا رب، تكلم. الرب نادى على صموئيل مرة واثنين، الرب ما تكلمش لصموئيل غير لما صموئيل قال له الكلمات دي: تكلم يا رب وأنا عبدك سامع. قل له: أنا سامع يا رب، أنا سامع وخاضع، كلمني، كلم قلبي. الرب حاضر في المكان، الرب موجود. قول له: رب أنا نفسي أتقابل معك، مش مهم أسمع إيه، لكن المهم ألمسك. مش مهم أشوف مين، لكن نفسي ألمسك. افتح عيني علشان أشوفك، لما أشوفك هفرح. مكتوب كده أنه فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. الحاجة الوحيدة اللي تفرح قلبك النهاردة أنك تشوف الرب، مهما كانت الناس، مهما كان البشر، مفيش حاجة تفرح قلبك غير لما تشوفه، لما يوريك إيديه ورجليه، ساعتها تفرح. ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء.
عندنا إيمان إنك موجود في المكان يا رب، حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة إلى اسمك هناك تكون في الوسط. اجتمعنا إلى اسمك يا رب، إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس، جايين ومشتاقين نتقابل معاك، جايين مشتاقين نسمع صوتك، جايين مشتاقين إنك تغيرنا. أنت تقدر تعمل كده النهاردة يا رب. في اسم يسوع تكلم إلى قلب كل واحد فينا النهاردة يا رب. تكلم لقلب كل واحد فينا النهاردة يا رب. اتكلم لكل قلب واحد فينا النهاردة. المسنا 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 وغيرنا علشان خاطر اسمك الكريم. اشكرك لأنك سمعت، ليك الكرامة وكل المجد. أمين. سفر يشوع من الأسفار الرائعة في كلمة الله. كاتب السفر هوشع ابن نون، ده هوشع اسمه الأصلي، اسمه هوشع، غير موسى رجل الله اسمه لما ابتدى يخدم معاه، لقى الكلام ده في سفر العدد أصحاح 13، غير اسمه من هوشع إلى يشوع. يشوع يقولوا عنه رجال الله الجنرال يشوع، الجنرال يشوع رجل قائد الحرب، قائد الجيش في شعب إسرائيل. اتكتب سفر يشوع سنة 1405 قبل الميلاد، 1405 قبل الميلاد، يعني النهاردة أديله 3420 سنة تقريباً. 3420 سنة، كتاب مكتوب من 3500 سنة والنهاردة ربنا بيتكلم فيه، بيعالج ضعفات، بيشدد، بيشجع. دي كلمة الله مهما مر عليها من الزمن صالحها لكل العصور. المدة الزمنية بتاعت سفر يشوع تقريبا 26 سنة. يشوع استلم المهمة كان عنده 84 سنة ومات وهو عنده 110 سنة، فتقريبا المدة الزمنية بتاعت سفر يشوع تتراوح ما بين 25 و26 سنة تقريبا. بيتقسم سفر يشوع لثلاث أقسام، ثلاث أقسام نقدر نقسم سفر يشوع من 1 لـ5، بيتكلم عن عبور نهر الأردن. من 6 لـ12 بيتكلم عن امتلاك الأرض، ومن 13 لآخر السفر إلى 24 بيتكلم عن تقسيم الأرض. يقول الكتاب وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع ابن نون، ابن نون خادم موسى قائلا. الرب اللي بيتكلم الكلام ده ليشوع، الرب اللي كلم يشوع بهذه الكلمات. سفر يشوع هو سفر الدخول إلى الراحة، الدخول إلى الراحة. سفر يشوع هو سفر البركات الروحية. سفر يشوع هو سفر النصرة. سفر يشوع هو سفر امتلاك الأرض. سفر يشوع هو سفر الحرب والنصرة. سفر يشوع نشوف في الراحة. المؤمن لما يستريح، لما يستريح في الرب. سفر يشوع يقابل في العهد الجديد رسالة أفسس، رسالة أفسس اللي فيها إن الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. سفر يشوع بيقابل رسالة أفسس، هو سفر البركات الروحية. في سفر الخروج وفي سفر الدخول. إذا كان في سفر الخروج تكوين خروج، نقدر نقول على سفر يشوع هو سفر الدخول إلى الراحة. الدخول إلى الراحة، الدخول إلى أرض كنعان، الأرض اللي قال عنها الرب الموسى الأرض التي تفيض لبنا وعسلا،
أرض الثمر، أرض الخير، أرض البركة، الأرض اللي وصفها الكتاب أنها الأرض الجيدة. موسى قال كده للرب: دعني أرى هذه الأرض الجيدة. أرض كنعان اللي قال عنها الكتاب في سفر التثنية إن الأرض اللي ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزك، مش بالاستجداء، مش بالشحاتة، لكن الأرض دي أرض بتفيض لبن وعسل، الأرض الجيدة، أرض الراحة. ورب النهاردة عايز ياخدنا علشان ندخل أرض كنعان، أرض الراحة في المسيح. في كلمة الله، في كلمة الله أربع أنواع من الراحة. الراحة الأولى هي راحة الناموس، راحة الناموس. هو كان في مويه هنا، شكرا. راحة الناموس هي راحة السبت. السبت كلنا عارفين سفر الخروج، الرب بيتكلم لموسى بيقول له 6 أيام تعمل، واليوم السابع ده يوم الايه؟ يوم الراحة، دي يستريح فيه ثورك وحمارك والنزيل ويتنفس ابن أمتك. اليوم ده يوم اسمه سبت، وسبت في العبرية معناها راحة، راحة. يوم السبت ده هو يوم الراحة في الناموس. يقول الكتاب كده: يستريح فيها ابنك وبنتك، عبدك وأمتك، كل شعب إسرائيل يستريحوا في يوم السبت علشان يتفرغوا لعبادة الرب. على الرغم ان بعد كده الناموسيين والفريسيين حولوا يوم السبت من يوم راحة ليوم ثقل على قلب اليهود، منعوا فيه كل حاجة، حتى الإبراء. لما الرب حب يشفي نفس يوم السبت يقول له أنت هتشفي النهاردة سبت. لما الراجل مريض بركب بيت حزدة، لما الرب قال له قم احمل سريرك وامشي، الناس اللي كانوا سايبينه 38 سنة بيقول ليس لي إنسان، يقولوا له أنت إزاي شايل سريرك والنهاردة يوم سبت. الراحة الأولى هي راحة الناموس، ودي كانت راحة مؤقتة. لكن الراحة الثانية في كلمة الله هي راحة الخلاص، ودي لقيها في متى 11، الآية الشهيرة اللي نطق بيها الرب له كل المجد لما قال الكلمات ديت: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. الراحة ديت هي راحة الخلاص. لما تيجي للرب بأتعابك، لما تيجي للرب بأحزانك، لما تيجي للرب بخطيات، لما تيجي للرب بالخطية اللي على كاهلك، اللي أتعبتك، اللي زلتك، وتيجي للرب وتقول له: رب أنا تعبان، أنا تعبت، أنا تعبت من شهواتي، تعبت من نجاستي، تعبت من استعبادي، أنا تعبان وأنا أريحكم. يريحك، يريحك. لو جيت له بخطاياك النهاردة، لو جيت له زي ما انت النهاردة، لو جيت له زي المرأة الخاطئة اللي سمعت أنه موجود في بيت سمعان، كانت الخطية تعباها جدا، جت من وراه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وتغسلهما بشعر رأسها، تقول له: أنا تعبانة، أنا تعبانة وما لقيتش حد يريحني غيرك، أنت الوحيد اللي تقدر تريحني. بص ليها الرب وقال لها: إيمانك قد خلصت، اذهبي بسلام. طلعت من محضره، طلعت من محضره مرتاحة الضمير. الضمير يرتاح، الضمير المتعب، الضمير المتعب، الضمير اللي عليه شكاية، التعبان ليه راحة النهاردة، ليه راحة النهاردة. تعالوا إلي يا جميع المتعب، يا جميع النهاردة الدعوة للكل، الدعوة للجميع، كل اللي موجود اللي لم يتمتع براحة الضمير، براحة الخلاص، إن يسوع النهاردة بيقدم ليك وفاتح ذراعه ليك النهاردة وبيقول: تعالوا إلي وأنا أريحكم. عايز يريحك، هو جه مخصوص علشان يريحك،
هو جه مخصوص علشان يريحك. اسمه يسوع لأنه يخلص. شغلته تخصصه أنه يخلص ويريح ويحرر ويشفي. النهاردة بيقدم لك دعوة. دعوة لكل متعب يوجد شخص يريح التعب. اسمه يسوع. الراحة التانية ما تتفرقش كتير في الجزء، في نفس الجزء بتاع متى 11:28-29. نلاقي تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لكن يجي جزء تاني، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا. ده في راحة تاني، في راحة تاني. يبقى في راحة الخلاص وفي راحة، راحة في المسيح. ودي موضوع سفر يشوع، راحة في المسيح، يرتاح القلب. في ناس كتيرة، في مؤمنين كتيرة جدا اختبروا راحة الخلاص لكن لم يختبروا الراحة في المسيح. جه للرب واعترف بخطاياه والرب قبله وغير حياته، لكن عايش حياة تعبانة. مؤمن لا يتمتع بالسلام الإلهي، مؤمن لا يتمتع بالفرح الحقيقي، مؤمن في قلق واضطراب، مؤمن لم يجد الراحة الكاملة في المسيح. احملوا نيري عليكم، اخضع 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 وتعلموا مني. تعلم، خليك تلميذ عند أقدام الرب. قل يا رب أنا نفسي أبقى تلميذ، أتعلمك وأتعلم منك وأدخل مدرستك وأخضع تحت مشيئتك. ولما تختبر الكلام ده تتمتع بإيه؟ بالراحة في المسيح. تبقى مؤمن مرتاح. مش معنى مؤمن مرتاح يعني مبلط في الخط. يعني زمان كان في خادم اسمه موريس جرجس لبناني كان يقول اتجدد وتمدد. يعني ايه؟ يعني اعرف الرب وريح. مش هي دي الراحة، مش هي دي الراحة في المسيح. الله لما استراح في اليوم السابع مش معناه انه وقف عمله، لكن شعر بالرضا لما شاف الخليقة اللي خلقها على اروع ما يكون. يقول ايه؟ واستراح الله. يعني ايه استراح؟ يعني الله وقف وقال هنام بقى في اليوم السابع دي واخد راحة، انا تعبت في الست ايام اللي فاتت. لا مش كده ابدا. لكن الله استراح بمعنى ان الله نظر الى الخليقة فشعر بالرضا. لما تشبع بالرب، لما تبقى تلميذ عند اقدام الرب تستريح. تستريح يعني ايه تستريح؟ تشعر برضا الله عنك وتشعر انك راضي فتتمتع بسلام الله. تبقى مؤمن مرتاح في المسيح، مرتاح في المسيح. نتكلم يمكن شويه كده باكثر تفصيل عن الموضوع دوت. الراحة الرابعة هي الراحة الكاملة، الراحة الأبدية. في راحة الناموس وفي راحة الخلاص وفي راحة في المسيح وفي الراحة الأخيرة اللي هي الراحة الإيه؟ راحة الأبدية. راحة الأبدية دي اللي يقول عنها الكتاب، يقول عنها الكتاب في سفر الرؤيا صح 14:13. وسمعت صوتا من السماء قائلا اكتب، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح، يعملوا إيه؟ يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. هناك راحة، راحة الأبدية نوصل لها. مش لازم بالموت لكن ممكن بمجيء الرب، بمجيء الرب. يقول كده الرسول بولس في تسالونيك الثانية 1:7 الكلمات ديت، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضيقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم أنتم الذين تتضايقون راحة. راحة إمتى الراحة ديت؟ عند استعلان يسوع المسيح مع ملائكته. لما يجي الرب على السحاب أو إحنا نروح للرب بالرقاد، هنروح هناك وهنستريح الراحة الكاملة، الكاملة. تعبان هنا؟ آه تعبان. الخيمة بتتقطع كل يوم؟ آه. الجسد فيه أمراض؟ آه. الأشرار بيضايقونا؟ آه. الدنيا فيها ألام؟ آه. فيها أتعاب؟ آه. لكن هيجي وقت، والوقت ده قريب، الوقت ده قريب، الوقت ده قريب.
الوقت ده قريب وقريب جدا، سيأتي الآتي ولا يتأخر، جاي. وساعتها هنوصل للسماء وهننسى سنين الغربة، هننسى أتعاب الغربة، هناك يستريحون من أتعابهم. يا اللي أنت تعبان، يا اللي الجسد تعبك، يا اللي الخيمة تعبك، خيمة بتتقطع، تعالج الضغط تلاقي السكر، تعالج السكر تلاقي الكلى، تعالج الكلى تلاقي الكبد، خيمة 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 وبتتقطع. لكن هيجي يوم النقطة بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء، بناء غير مصنوع بيد أبدي. هنستريح هناك، هننسى أحزاننا، هننسى أوجعنا، أنسى سنين الغربة وأيام عمر الصعبة، هنسى، هنسى الألم وهنسى الدموع، حيث هناك لا يكون دموع ولا ألم ولا فراق ولا وجع ولا ولا ولا، هناك فقط سنتمتع برؤية ابن الله، سنظل نسبح إلى أبد الآبدين. الراحة الكاملة، الراحة الكاملة في السماء. أربع راحات. يقول الرب، الرب اللي بيتكلم للجنرال يشوع هذه الكلمات، يقول والآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. بني إسرائيل مروا زي ما في أربع راحات، مروا بأربع مناطق جغرافية، وكل مؤمن ليه مكان في الخريطة الروحية دي. كل إنسان، مش كل مؤمن. شعب إسرائيل أول مكان كانوا فين؟ كانوا في مصر. ومصر بيمثل، بتمثل العالم، بتمثل أرض العبودية، بتمثل أرض الذل، بتمثل المكان اللي كان فيه استعباد. لو قريت خروج واحد تشوف عملوا ايه المصريين في شعب الله، فاستعبد المصريون شعب اسرائيل ومرروا حياتهم بعبوديه قاسيه. ارض مصر ارض العبوديه، ارض الذل، ارض المرار، الارض اللي الشعب كان فيها في الوحل وفي الطين وتحت استعباد سيد قاسي. ده اول مكان. لكن خرجوا من مصر، خرجوا من مصر، وكانت طريقة الخروج إيه؟ خروف الفصح وعبور البحر الأحمر. خرجوا على حساب دم الحمل، وأرى الدم وأعبر عنكم. احتموا في دم المسيح، احتموا في دم الحمل، وخرجوا من أرض مصر. ده أول مكان، أول مكان. أي حد مننا لازم يكون في مكان من الأربعة اللي أنا هتكلم عنه، إما في مصر وما زال في العبودية. أنا بصلي النهاردة لكل واحد لسه موجود في مصر، لسه مستعبد في أرض مصر، لسه مستعبد تحت يد سيد قاسي لا يرحم. عايز أقولك النهاردة إن في خلاص، على حساب دم الحمل، على حساب دم يسوع، على حساب يسوع اللي بيخلص من كل خطية. طلعوا من مصر، تاني مكان البرية. والبرية بتمتاز بحاجات كتير قوي. البرية متعبة، البرية فيها توهان، البرية فيها جوع وعطش، البرية ما فيهاش ثمر. البرية أكثر ما يميزها لو رجعنا حياة وتاريخ شعب الله، أكثر ما يميز البرية هو إيه؟ تذمر. شعب كان بيتذمر في البرية. هم خرجوا من أرض مصر لكن تاهوا في البرية. ياما مؤمنين، ياما ناس خرجت من مصر، ياما مؤمنين خرجوا من مصر واحتموا في دم الحمل وعبروا البحر الأحمر، لكن تايهين في البرية، تايهين. حياتهم كلها تذمر وشكوى، بيشتكي من المؤمنين وبيشتكي من الخدمة وبيشتكي من الكنيسة وبيشتكي من شغله وبيشتكي من الظروف وبيشتكي من الله نفسه، بيشتكي من الله نفسه. زي مرسى، مرسى بتقول للرب كده،
أما تبالي؟ أنت مش واخد لبالك، أنت مش شايف، أنت مش شايف أختي قد تركتني أخد... أنا بخدم له، هو مفيش غيري في الكنيسة شايل الدنيا ولا هو كل حاجة فوق دماغي، أنا اللي بعمل كل حاجة، مفيش غيري. مؤمن، مؤمن طلع من مصر لكنه موجود في البرية، تايه متذمر مشتكي، برية فيها شهوة. يقول الكتاب كده عن شعب إسرائيل إنهم اللفيف الذين في وسطهم اشتهوا شهوة. مؤمنين بيشتهوا، مؤمنين بيشتهوا. مؤمن صحراوي، مؤمن براوي، في واحد مصراوي وفي واحد صحراوي، وياما مؤمنين صحراويين لا ثمر، مؤمن جاف، مؤمن حياته كلها جفاف، مؤمن يوم الخميس بس يجي يسبح ويرنم ويسقف ويططط ويخرج زي ما هو، مؤمن صحراوي، مؤمن حياته غير مثمرة ما فيهاش ثمر، يجي الرب كل سنة يدور على ثمر فيك ما يلاقيش. مؤمن شكل حلو، مؤمن صورة حلوة، مؤمن شجرة مليانة ورق وبلا ثمر، مؤمن صحراوي. ياما ناس خرجت من مصر، ياما مؤمنين اختبروا الخلاص، ياما مؤمنين عرفوا الرب، لكن عايشين في البرية، ما تمتعوش بالراحة، ما دخلوش كنعان، ما دخلوش كنعان، خرج ولم يدخل. رب يطلعنا النهاردة من البرية، رب يخلي سنة 2014 سنة راحة، نطلع من البرية وندخل إلى أرض الغنى، أرض النصرة، أرض البركة الروحية، أرض كنعان. ثالث منطقة هي كنعان، يعني إما تكون في مصر، إما تكون في الصحراء وفي البرية، إما تكون في أرض كنعان، الأرض الجيدة، الأرض المثمرة، الأرض اللي فيها الشبع. المؤمن اللي يدخل كنعان بقى تلاقيه مؤمن شبعان، مؤمن شبعان، مؤمن فرحان، مؤمن تشوف شكله، تشوف وش، تحس انك مرتاح. في هو المؤمن ده ليه دايما مثمر؟ هو ليه دايما جايب ناس في ايديه؟ هو ليه دايما ابتسامته مش مفرقه؟ هو ليه دايما شاكر؟ هو ليه دايما فرحان؟ ده مؤمن ارض كنعان، ده مؤمن المنتصر. مفيش حرب؟ في حرب، ده انت تشوف من اول سفر يشوع اصحاح 6 اعداء كثيره جدا، لكن نصره وغلبه وامتلاك للارض. هو ده المؤمن، هو ده المؤمن المرتاح في المسيح، هو ده المؤمن اللي بيجد راحته في المسيح. ارض كنعان، دور على نفسك، انت موجود فين؟ انت في مصر ولا انت في البريه ولا انت في كنعان؟ آخر حاجة هي بابل. بابل، طلعوا من مصر، تاهوا في البرية، دخلوا كنعان، لكن في بابل. بابل دي راحوها إمتى؟ في السبي، في السبي. كتاب لما بيتكلم لشعب إسرائيل في سفر التثنية، كل كلام الرب ليهم متى دخلتم الأرض، متى دخلتم وامتلكتم وسكنتم. الموضوع مش اختبار يوم، الموضوع مش فرح يوم في الأسبوع، الموضوع مش انتصار يوم في الأسبوع، لكن في دخول الأرض، في امتلاك للأرض، في سكنة في الأرض، في سكنة في النصرة. الشعب وراء الخطية والشهوة، ودخلت آلهة غريبة في وسطيهم، ده وصلهم لإيه؟ وصلهم للسبي. ياما مؤمنين فرحوا بالرب، ياما مؤمنين عاشوا حياة انتصار وغلبة، ياما مؤمنين شفناهم بيخدموا خدمات رائعة، ياما مؤمنين شفناهم في وسطينا، خليهم خدمة رائعة. اسأل عليهم النهاردة، هم فين؟ في السبي، في السبي. مؤمن مسبي، مؤمن مأسور، واللي في السبي دول تلاقيهم في مزمور 137 يقول على أنهار بابل هناك جلسنا، على أنهار بابل هناك جلسنا، أيضا بكينا، أيضا بكينا. مؤمن مريح، مؤمن في عينيه دموع، كل ما نتذكر نتذكر صهيون،
على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا، علقنا العود وركناه على جنب، وسألونا الذين سبونا كلام ترنيمة، رنموا لنا من ترنيمات صهيون، سمعونا صوتكم، فين التسبيح؟ فين المؤمن اللي كان فرحان؟ فين المؤمن اللي كان بيهلل؟ كيف نرنم ترنيمة الرب ونحن في أرض غريبة؟ مؤمن مسبي مش عارف يرنم، مؤمن مش فرحان لأنه مسبي، جري جري ورا العالم، خدته شهوات العالم وغنى العالم ومحبة المال ومحبة العالم بكل ما فيه من شهوة جسد وشهوة عيون وتعظم معيشة، وكانت النتيجة أنه مؤمن مسبي مش عارف يرنم، قاعد في الاجتماع مش عارف ترنم، مش عارف تفرح. وإذا مثلت ورفعت إيدك وسقفت بس أنت حاسس من جواك أنك مش فرحان، عارف ليه؟ لأنك مسبي. كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ لكن النهاردة أقول له رد يا رب سبي، رد يا رب سبي، زي ما قالوا كده في مزمور 126، أردد يا رب سبينا، يا رب حررنا، رجعنا تاني، نفسي أرجع كنعان تاني، تعبت من السبي، تعبت من بابل. وعندما رد الرب سبي صهيون عملوا ايه؟ امتلأت افواهنا ضحكا والسنتنا ترنما، قلنا قد عظم الرب العمل معنا، وصرنا لما الرب يرد سبيك ترجع للعود تاني، ترجع للترنيمات، ترجع للشركه، ترجع للخدمه، ترجع للعلاقه، قول له يا رب رجعني من بابل النهارده، تعبت. انت فين؟ بص على الخريطة كده ودور على نفسك، انت في مصر احتمي في دم المصلوب وقول له بحتمي في دمك، خد الخلاص النهاردة وانت طالع. انت في البرية، مؤمن عايش في صحراء، مؤمن عايش في حياة جافة، قول له نفسي ادخل كنعان يا رب، نفسي ادخل كنعان. تدخلها ازاي بقى؟ تعبر الاردن، تعبر الاردن. اذا كان الخروج من مصر بعبور البحر الأحمر الدخول إلى كنعان بإيه؟ عبور الأردن. والأردن مثل للموت مع المسيح، رمز للموت والقيامة مع المسيح. لما تدخل الأردن تختبر أنك تموت مع المسيح، تقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. مش يحيا، مش المسيح يموت لأجلي، المسيح يموت لأجلي وانت طالع من مصر، لكن وانت داخل الأردن تموت عن العالم، تموت عن ذاتك، تسمر ذاتك على الصليب، تحط ذاتك على الصليب، تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت. علشان تجيب ثمر لازم تختبر عبور نهر الأردن، لازم تموت مع المسيح، لازم تحط نفسك وذاتك على الصليب وتقول فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. تختبر إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. هو ده عبور الأردن علشان تدخل أرض كنعان. كلم الرب موسى، كلم الرب يشوع، سوري، يشوع كان محبط جدا، يشوع كان في موقف لا يحسد عليه، يشوع كان في حاجات مفشله. انا متهيألي في الوقت ده يشوع وهو قاعد ابتدى الرب يجيله كان يشوع في حاله سيئه جدا، وأول حاجة كانت تعباه ومسببه له فشل وإحباط، أول حاجة الرب يكلمه فيها يقول له كده الرب: وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات. ودي في حد ذاتها ممكن تمر علينا احنا، موسى مات، رجل الله مات وكلنا هنموت مفيش مشكلة، لكن بالنسبة ليشوع موسى عبدي مات دي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة كبيرة جدا. موسى ده
بالنسبة ليشوع مش أي حد، ده موسى ده المعلم، ده موسى ده القائد، ده موسى ده السند، موسى ده الإمكانيات، موسى ده بالنسبة لي كل حاجة، أنا من غير موسى ولا حاجة. دي حقيقة يشوع. يشوع أول ما سمع الكلمة ديت احبطه زاد. يا رب أنت بتفكرني، ما أنا عارف أن موسى مات، أنا عارف أن موسى مات. وأنا بتخيل يشوع بيقول للرب، بيقول له موسى ده، موسى ده مرة غاب 40 يوم وأنا كنت معاه على الجبل. يشوع كان معاه على الجبل، طلع وقف عند سفح الجبل وموسى كلم الرب وغاب 40 يوم. ولما موسى نزل وخد يشوع معاه، يشوع قال له أنا سامع صوت قتال. قال له لا، ده ولا صوت صياح نصرة ولا صوت صياح كسرة، ده صوت غناء. ويشوع بيقول للرب، يا رب ده موسى لما غاب 40 يوم الشعب عمل ايه؟ عبد العجل. ده هارون الخادم العظيم صنع عجل وقعد يصور فيه بالإزميل وقعد يقول قدامه هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض. ده لما غاب امتى؟ لما غاب كام؟ لما غاب 40 يوم. طب ده موسى مات، ده موسى وأنا في موقعة رفديم، ده موسى وأنا بحارب عمليق مش مات، لا ده أيديه تعبته شوية، ده ما كانش قادر يرفع أيديه. كانت النتيجة بيحصل إيه؟ كان الشعب بينهزم. يا رب ده موسى بالنسبة لي أنا ما أقدرش أتحرك من غيره، ده لما بيغيب الشعب بيعبد العجل، ولما أيديه بتتعبه أنا بتهزم. طب لما موسى يموت أنا أروح فين؟ موسى يمثل الإمكانيات، يمثل مصادر القوة عندك. متكل على مين؟ متكل على مين يا يشوع؟ على موسى. طب موسى مات، أنت معتمد على إيه؟ إيه الإمكانيات اللي عندك؟ يمكن ماتت. مين اللي بيسندك وبيشجعك وبيقف جنبك؟ يمكن مش لاقيه النهاردة. مين اللي بيسأل عليك بالتليفون؟ مش موجود. موسى مات، غاب، سافر، هاجر، أمر محبط، مفشل جدا ليشوع. وهو داخل على حروب وهو منتظراء أعداء بيقول له موسى مات. ده أول سبب يخلي يشوع يفشل جدا. مش بس كده، لكن يقول له قم أعبر هذا الأردن. تاني حاجة، مش موسى مات بس، لكن في قدامك الأردن. الأردن ده الكتاب لما يتكلم عنه يقول كبرياء الأردن، كبرياء الأردن. الأردن في وقته كان نهر منحدر جدا، عشان كده مسمينه نهر الموت، حدار زي الشلال، عرضه في الطبيعي تقريبا 30 متر، لكن في وقت الفيضان بيوصل 1700 متر في وقت الفيضان. والرب لو دخلنا في يشوع 3 هتشوف ان الرب لما قال لموسى اعبر كان في وقت الايه؟ في وقت الحصاد، في وقت الفيضان. كان الاردن مليان الى جميع شطوطه، نهر الموت. وبيقول له ايه؟ مش روح صلي هناك، مش روح خد المؤمنين وارفع ايدك وصلي على نهر الاردن، لا، ده بيقول له قم اعبر هذا الاردن. يا ربي، ده موسى مات وقدام الأردن بكل كبريائه وفي وقت الحصاد. طب قولها لي في الوقت العادي، يعني لما نعبر 30 متر غير لما نعبر 1700 متر، انت ليه بتصعبها؟ طب ما تخلينا نعدي وهي مرتاحة وتبقى نعديها بسرعة كده. أحيانا الرب لما يحطك في تحدي كده يصعب ويزنق ويصعب ويقفل ويقفل ويقفل، بتقفلها زيادة، بتصعبها عليا ليه؟ طب ما بلاش الأتون، ما نبوخذ نصر يقول لهم خلاص انتوا عبيد الله خليه. طب نسخنه مرة، طب مرتين، مش لازم 7 أضعاف، مش لازم. انت ليه بتقفلها قوي كده؟ أنا عايزها كده يا جدعون. أنا ما ينفعش معايا أنك تنتصر ب10,000، لا ما ينفعش، ما هتقول يدي التي خلصتني، أنا عايز أصعبها عليك شوية.
لما الرب يزنقك، لما الرب يصعب الدنيا قدامك، اعرف انه عايز يتمجد بشكل مختلف، بشكل مختلف. لما تسمع التقارير بتاعه الدكاتره والاطباء وبيقولوا لك يعني قفلت قفلت، عارف زي الضنه كده لما تقفل ما لهاش حل، اعرف ان سيدك عايز يتدخل بصوره مختلفه، يفتحها بطريقه تاني، يفتحها بشكل تاني، يعبرك الاردن مهما كانت صعوبه الاردن. الاردن بيمثل الهدف الصعب، هدف صعب. وفي حياتنا الروحيه في حاجات كتيره صعبه، في امور عظيمه الله حاططها قدامنا. لما حد يكلمك يقول لك اغفر سامح، تقول له صعب صعب، يقول لك الرب سامح، تقول له ده الرب يا عمي، انا مين انا. لما تقرا في كلمه الله نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قدس، يا رب صعبه قوي، صعبه، امر صعب، ده الاردن، ده الاردن، ده نهر الموت. هنشوف بعد كده حاجات بتشجعه. طيب موسى مات وقدامك الاردن، والحاجة الأصعب يقول له إيه؟ قم أعبر هذا الأردن أنت وإيه؟ وكل الشعب. طب خليها سهلة بقى، عدنا والعيلة، العيلة بتعرف الرب كويس، فممكن أخد العيلة. ما يشوع قال كده، أما أنا وبيتي فنعبد الرب، هم مؤمنين حلوين، أخدهم ونصلي ونعدي الأردن. لكن صعبتها أنت وكل، عارفين الشعب ده بيقدر بكام؟ 2 مليون. 2 مليون، واحد في رقبته 2 مليون، يعني لو ربنا مديك الصحة كده وعندك 2 مليون عيل، الواحد عنده عيل وبيصرخ، 2 ومش قادر، 3 يعني مش عارف يعمل ايه، وده محطط في رقبته 2 مليون بني آدم. موسى قال له كده، هل حبلت بهذا الشعب؟ هو يعني هم عيالي انا، وشعب ايه بقى؟ شعب صلب الرقبة، شعب متذمر، وتقول لي خدهم وعد بيهم الأردن. مسؤولية، مسؤولية، يمكن عليك مسؤولية كتيرة، يمكن عليك مسؤولية كبيرة، يمكن قدامك الأردن، يمكن موسى مات، الإمكانيات غابت، والتحدي صعب، والهدف جامد، والمسؤولية كبيرة مش عارف تعمل فيها إيه، وفي أعداء في الناحية التانية. لو قريت هتلاقي 7 أعداء، الحوثيين والأموريين ومش عارف، 7 أعداء منتظرين الناحية التانية، يعني العملية مقفلة. طب شجعني بقى، طب شجعني، أحبطتني كفاية. طب اسمع بقى الحاجات اللي تشجعوا عشان نختم بيها بعد إذنكم. ألبس يقول إيه بقى؟ أول حاجة، موسى مات، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى. نقلع النظارة بقى، دي محتاجة قلع النظارة. ليه؟ موسى مات. طب زي ما كان موسى معاك هكون أنا إيه؟ صح كده؟ لا مش صح، مش صح. ما لو كان زي ما كان موسى معاك أكون أنا معاك تبقى كارثة. ما موسى بيغيب وبيموت وبيتعب وبيكل، لكن كما كنت مع موسى أكون معك. موسى إيه؟ موسى ولا حاجة، ده أنا كنت مع موسى. وعايز أقول لك حاجة بقى، كما كنت مع موسى أكون معك، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. عايز اشجعك، مين موسى ده؟ مين موسى اللي متكل عليه؟ ايه شغلك اللي متكل عليه؟ ايه الناس اللي متكل عليه؟ ايه معارفك اللي متكل عليها؟ لو كل ده غاب ما تخافش. ليه؟ كما كنت مع موسى اكون معك، انا معك. وده كفايه، ده كفايه. النهارده الرب بيقول لكل حد محبط، كل حد خايف، كل حد مرتعب من ظروفه، من امكانياته، مصادر الدخل عندك قلت، الامكانيات ضاعت، موسى مات، النهر قدامك، الشعب كتير، المسؤوليه صعبه، كما كنت مع موسى اكون معك. فيك الكفايه، كفايه جدا. اول ما قال له الكلمات ديت حاسس اني شو ارتاح. ايه ده تبقى معايا؟ زي ما كنت مع موسى، زي ما كنت مع موسى انا معاك. ايه رايك؟ لا تخف لاني معك.
تخافش، لا تتلفت، لأني إلهك قد أيدتك وعضدتك وأعنتك بيمين بري. لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت. إذا اكتست في المياه تعدي في الأردن فأنا معك، في الأنهار لا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. الرب معك، الرب معك، الساكن في ستر العلي، في ظل القدير يبيت. وفي آخر المزمور يقول له أحلى كلمة، معه أنا في الضيق، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاص. معاك بولس اختبر الاختبار الرائع ده لما قال في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، الجميع تركوني، لا يحسب عليهم ولا يهمني. أنا النهاردة هسامح كل الناس اللي مش بتسأل عليا ولا بتقف معايا. ليه؟ لأن الرب وقف معي وقواني. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. كفاية كفاية الرب معي، كما كنت مع موسى أكون معك. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. ده لروشيتا رائع، لا أهملك ولا أتركك. خدها دي معك النهاردة، خدها وانت طالع كده والرب بيقولك لا أهملك ولا أتركك. مش هيسيبك، مش هيسيبك، مش هيسيبك، معاك. حس الدنيا صعبة، الأعداء حواليك، خادم أليشع وقف مرة من المرات كده وصحي من النوم لقى المدينة متحصرة، صرخ الحق ضعنا، الجيوش حوالينا. أليشع رجل الله، يا رب افتح عيني الغلام. فتح عيني شاف إيه؟ شاف جيوش ومركبات وخيل محوطين المكان. الذين معنا أقوى وأعظم من الذين علينا. الله في صفك، الله معك. يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الله معك، كما كنت مع موسى أكون معك. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. أول حقنة تشجيع، أعتقد بعد ما سمع الكلمة ديت فرد جسمه الجنرال يشوع كده، حاجة تشجعني. طب في تاني ولا مفيش تاني؟ قال له في تاني. وعد الرب، مش بس معية الرب لكن وعد الرب. يقوله كده، كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته. أنت تقسم لهذا الشعب الأرض مواعيد. مش بس انا معاك، لكن في مواعيد الهيه، في مواعيد الهيه. جابها له من الكنترول كده، عارف النتيجه جايه من الكنترول. في صعوبات، في موت موسى، في نهر الاردن، ماشي مفيش مشكله، في شعب كبير، هتعدي وهتمتلك وكمان هتقسم الارض. انا جايب لك النتيجه ايه؟ من الكنترول. اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم، يعني النجاح مضمون. وعد الرب، في وعد. انا عايز اقول لك لو في حاجات بتحبطك تذكر ان هناك مواعيد الهيه، كل وعد. ولما الرب يوعد، غير لما انا اوعدك، غير لما القسيس يوعدك، غير لما حد يوعدك، الرب لما يوعد يقول عنه كده كاتب مزمور 89، لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي. الكلمة اللي تطلع من الرب، الوعد اللي بيطلع من الرب، هبات الله ودعوته بلا ندامة. ليس الله إنسان فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ هل يتكلم ولا يفي؟ عايز أقول لك حاجة بقى، اطمن النهاردة وانت خارج كده، وانت خارج
والمواعيد الإلهية اللي ليك دي، المواعيد الإلهية، فيش كلمة من كلام الرب هتسقط. لما يقولك أنا معاك يبقى معاك، لما يقولك هتمتلك الأرض يبقى هتمتلك الأرض، لما يقولك هتقسم الأرض يبقى هتقسم الأرض. أنا عايز أقولك النهاردة في مواعيد يمكن بتتأخر لكن هتتحقق، هتتحقق. خدها مني النهاردة وابصم عليها، هتتحقق. قول هتتحقق، هتتحقق، هتتحقق. حتى لو طولت هقول لكم مثل ابراهيم. ابراهيم الرب اداله وعد، الوعد ده لي في ثلاث وعود، وعد مركب كده. قال ابراهيم انا هديك الارض، هديك نسل وهبارك نسلك، وهديك الارض وهيتبارك في نسلك كل امم الارض او شعوب الارض. في ثلاث وعود، في نسل، في ايه؟ في نسل، وفي ارض، وفي نسل منك هيتبارك في كل شعوب الارض. نمسك الاول، ليك نسل. اتحقق الوعد بعد كام سنه؟ كام سنه؟ 25 سنه. 25 سنه في حياه ابراهيم وهو منتظر الوعد، ويقول له يا رب انا ماضي عقيم ووارث بيتي هو عبدي العازر الدمشقي. يقول له اللي هيطلع من احشائك هو اللي هيورثك. هاجر، ساره تقول له اتجوز هاجر، يتجوز. يقول له برضو مش اسماعيل، اسحاق منك. طولت قوي. اديك كام سنه، اديك كام سنه بتقول لي السنه دي هيحصل، هيحصل. مش مهم السنة دي، حتى لو السنة الجاية، لو اللي بعدي هيحصل. طب صار خلاص كبرت، ما ينفعش، تنفعش صار عدت السن. طب ويه يعني؟ طب ويه يعني لما عدت السن؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ قال الرب كده، قال الرب كده لسارة، هل يستحيل على الرب شيء؟ ده بلسان الرب. يقول الكتاب في رسالة العبرانيين أنها أخذت قدرة بالإيمان، سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل. أنها عملت إيه؟ حسبت أن الذي وعد صادقا. الذي وعد صادقا، اللي بيوعدك صادق، اللي قال لك، اللي قال لك، اللي قال لك هينفذه. كان في مؤمن كده كتابه مقطوع، قالوا له في إيه؟ يحط صباعه مكان الوعد ويقول له أنت قلت، أنت قلت، أنت قلت، لحد ما الكتاب اتخرم، لحد ما تحقق اللي قال عليه. قال له يعقوب كده، صلي وانت بتصلي قول له كده. يعقوب قال له أنت قلت أني أحسن إليك، أنت وعدتني وأنا متمسك بالوعد ومصدق، لأن الذي وعد هو أمين. لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد أمين. الذي وعد، قول الذي وعد أمين، أمين. اكتب لأن هذه الأقوال صادقة. رب كده يقول يوحنا، يشوع، يشوع في آخر حياته في سفر يشوع صح 21 شهد الشهادة ديت. قال له أنا كنت خايف ومرعوب لما افتكرت موت موسى، ولما شفت الأردن، ولما شفت الشعب اللي معايا ده، قلت أروح فين؟ لما افتكرت أن في أعداء منتظريني قلت أروح فين؟ لكن في آخر حياته يقول الكتاب كده، فأعطى الرب إسرائيل جميع الأرض. هللويا. فأعطى الرب إسرائيل جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها لأبائهم، جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها لأبائهم من أيام إبراهيم. أنا ما كملتش موضوع إبراهيم. إبراهيم الناس اللي جي بعد كام سنة؟ افتكرت 25 سنة. والأرض امتلكوها بعد كام سنة؟ بعد 430 سنة. واللي جي من نسله تتبارك فيه كل أمم الأرض الرب يسوع جي بعد كام سنة؟ بعد 1800 سنة. التلات مواعيد اتحققوا، واحد بعد 25، واحد بعد 400، واحد بعد 1700 سنة. لكن كل اللي اتكلم بيه الرب لإبراهيم اتحقق. هستنى 1800 سنة؟ هتستنى 1800 سنة؟ لا،
في مواعيد في التدابير الإلهية، ده تدبير إلهي، دي حاجة مختلفة، لكن المواعيد اللي وعدك بيها الرب في حياتك هتتحقق. خدها النهاردة مني واتكلم بيها واطلب بيها وقول له أنت قلت، أنت قلت. فأعطى الرب إسرائيل جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها لآبائهم، فامتلكوها، امتلكوها وسكنوا بها. متى دخلتم وامتلكتم وسكنتم، ده كل ده كلام الرب تحقق بالحرف. فأراحهم الرب حواليهم حسب كل ما أقسم لآبائهم، ولم يقف قدامهم رجل من جميع أعدائهم. كل اللي قال عليه الرب، بل دفع الرب جميع أعدائهم بأيديهم، ولم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت إسرائيل، بل الكل صار، بل الكل. لو الأسيس هنا هيقول لكم قولوا هللويا، ما تقولوش هللويا مش مهم، بل الكل صار. كل اللي قال عليه بالحرف صار، كل اللي هتدخلوا وهتمتلكوا وهتسكنوا، وحصل، وحصل. وعد الرب صادق، وعد الرب صادق. موت موسى مش مهم، انا معك. نهر الاردن في مواعيد هتمتلك مهما كان الاردن اللي قدامك. طب وبعدين؟ في حاجه مهمه، في حاجه مهمة. خلي بالك، إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. في معية الرب، في وعد الرب، في كلمة الرب. بس خلي بالك، لا يبرح سفر هذه الشريعة، لا، في خارطة الطريق. خلي بالك، عايز تعدي الأرض الراحة، عايز تختبر النصرة، عايز تعدي الأردن، عايز تمتلك الأرض، عايز تسكن في الأرض، في خريطة الطريق. ما ينفعش الموضوع مش أبولي، سامحني، سامحني على التعبير، الموضوع مش كده وبس، لا، ده في خارطة لازم تمشي عليها. لا يبرح سفر هذه الشريعة من قدامك يا مؤمنين كنيسة المنار، لا يبرح سفر هذه الشريعة. كلمة الله، لا اجتماعات ولا حضور كل الاجتماعات، ولا صلوات ولا صيام، ولا ولا ولا، بدون كلمة الله، بدون كلمة الله لا تمل عنها يمينا ولا شمالا. خلي كلمة الله قدام عينيك. محتاجين نقرأ كلمة الله، محتاجين نعرف الحق، محتاجين نذاكر الحق، محتاجين نحفظ الحق، محتاجين ناكل فيه، نلهج فيه نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل. أنت غير مثمر لأنك مش بتعرف كلمة ربنا، أنت جاف لأنك مش بتعرف كلمة ربنا، أنت مش ناجح لأنك مش بتعرف كلمة ربنا، أولادك مش ناجحين علشان مفيش في بيتك كلمة ربنا. أنت محتاج تلهك فيها نهارا وليلا، محتاج تاكلها. قال أرميا كده، وجد كلامك فأكلته. محتاج تاكل الكلمة، مش تقرأ اصحاح وتنام، مش تقرأ تعويذة، مش تقرأ اصحاح عشان ضميرك يرتاح، لا، انت محتاج تلهج في كلمة الله، تذاكر كلمة الله، تعرف كلمة الله تغيرك، تحررك، تشفيك، تنقيك، تطهرك، تنقلك. محتاجين نعرف الحق، تعرفون الحق والحق حرركم. هو ده الحق، هو ده الحق. زمان، زمان، أيام
زمان كانوا بيقولوا كده مقولة لدرجة ناس كتيرة كانت فاكرها آية. كانوا يقولوا يوجد أعظم رجاء لأعظم خاطئ يقرأ الكتاب المقدس، ويوجد أعظم خطر على أعظم قديس يهمل قراءة الكتاب المقدس. كتابك المقفول، كتابك اللي عليه تراب، كتابك اللي مش بيتفتح غير في المناسبات والمواسم والأعياد. النهاردة بقول لك باسم يسوع، قول سنة 2014 يا رب نفسي أعرف الحق، نفسي أقرأ كلامك، نفسي أشبع بيه، نفسي أدخل في عمق جواه، نفسي أفحص كل يوم، أفحص كل يوم الكتاب، نفسي أشبع. كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقل العديم الغش لكي تنمو به. يا رب افتح نفسنا على كلمتك، يا رب افتح شهيتنا على كلمتك. يا حبايب في حاجات بتسد نفسنا، الشيبسي والشوكولاتة اللي بنصحى عليهم الصبح كل يوم، الفيسبوك اللي اول ما نصحى نفتحه ونشرات الاخبار، دي حاجات بتسد النفس. مش بنعرف نقرأ الكتاب. خلي الاولوية للكتاب، خلي الاولوية للكتاب. بلاش شوكولاتات كتير، صدقوني بتسد النفس، صدقوني بتسد النفس. لكن خلوا أول حاجة نعملها نفتح كلمة الله، نقرأ كلمة الله، نعرف الحق، نحفظ الحق. أمين. أمين. آخر حاجة، مش بس أنا معك، ومش بس وعد الرب، مش بس كلمة الرب، لكن يقوله في الآخر كده كلمة جميلة، يقوله أما أمرتك تشدد. بتحط عنوان لسفر يشوع وللدخول إلى الراحة، حبيت تحط عنوان لأصحاح واحد، حط عليه تشدد وتشجع. بيقولها له أربع مرات، وفي آخر في المرة دي بيقول له أما أمرتك. إذا أنت بتأمر، الأمر هنا مش أعمل دي، طب مش هقدر أعملها، طيب ربنا معك تصرف، لا مش كده. الأمر هنا عارفين لما يقول الكتاب كده، هو قال فكان، أمر، أمر الرب طاهر. هنا يعني أنا أمرتك، يعني الموضوع اتنفذ، أمر فصار خلاص. أنا قلت لك اتشدد وتشجع، يعني أنت اتشددت وتشجعت، خلصت. في أمر من الرب أنك تتشدد وتشجع، يعني خدها خلاص. أنا أمرت، هو قال فكان، ليكن نور فكان إيه؟ خلاص. أما أمرتك تشدد وتشجع، طلع من قدامه متشدد وإيه؟ متشجع. قول له أمورني النهاردة، قول له أمورني النهاردة. قالها له بطرس، فاكرين بطرس لما الرب جه كده وقال له إيه؟ أمورني أنا آتي، أمورني أن آتي إليك على الماء. كلنا مسكين في بطرس، وكل الوعاظ لما يوعظوا على بطرس، بطرس شك، بطرس بص حواليه فغرق. طب ما بطرس قال له مشينا على الماء. بطرس هيزعل من خدام كتير في السماء، صدقوه صدقوه. طب ما بطرس قال له مشيني على المية، ما حدش من التلاميذ قالها له. لو كانوا ال 12 قالوا له مشيني على المية، كانوا قالوا لهم ايه؟ تعالوا، وكانوا هيمشوا على المية. لكن بطرس كان عنده ايمان، قل له مرني ان اتي اليك، مرني، امرني، امرني اتشدد واتشجع. هتطلع من المكان متشدد ومتشجع، مهما كانت الصعوبات، مهما كان موسى مات، لو كانت غابت الامكانيات، وإن كان الهدف صعب، وإن كانت المسؤولية كبيرة، وإن كان في أعداء الناحية التانية، لكن صدقني في وعد بالغلبة والنصرة والامتلاك ليك، ليك. خلونا نقف كلنا ونصلي. نفسي ناخد خمس دقايق بس نصلي. غمض عينيك وارفع ايديك للسماء، واسأل نفسك النهاردة أنت ارتحت ولا لا، ارتحت ولا لسه؟ لو ما كنتش مرتاح، كنت لسه عايش في خطاياك، انا بسمعك صوت النهارده، والرب بيقول لك بصوت وديع هادي هذه الكلمات، تعالوا الي وانا اريحكم. قول له ريحني، قولها له كده، قولها له ببساطه بدون تكليف، بدون تكليف. قول له انا تعبان وخطيتي تعباني وعايز ارتاح، ريحني.
وإذا كنت لسه ما اختبرتش الراحة الحقيقية في المسيح، قوله نفسي أعيش في سلام كامل يا رب، نفسي أعيش فرحان، نفسي أعيش شبعان، نفسي أعيش مثمر يا رب. إذا كنت لسه في مصر قوله طلعني من مصر، أنا بحتمي في دمك النهاردة، أنا برش دمك على القائمتين والعتبة العليا وبقول لك أنا محتمي في دمك، أنا بحتمي في دمك، أنا بحتمي في دمك، أنا جاي عند الصليب، أنا جاي عند الصليب وبقول لك حررني، اطلقني من عبودية فرعون، طلعني من عبودية مصر، طلعني من عبودية مصر. إذا كنت طلعت من مصر وتايه في البرية، قل له أنا تعبت يا رب، تعبت، تعبت، تديني سنة واثنين وعشرة وعشرين مؤمن تايه، مؤمن غير مثمر، مؤمن متذمر، مؤمن مشتكي، مؤمن بشتهي، مؤمن تعبان، مؤمن جعان، مؤمن قرفان. أنا نفسي ارتاح يا رب، نفسي ارتاح، عبرني النهاردة، عبرني الأردن النهاردة، أنا بموت معاك على الصليب، بموت معاك على الصليب وبقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، احيا فيا يا رب، احيا فيا، قل له احيا فيا، احيا فيا، احيا فيا يا رب، احيا فيا، ذاتي على الصليب، ذاتي على الصليب، لا أنا بل المسيح. إذا كنت مسبي وعلقت عودك ومش عارف ترنم، مش عارف تفرح، ورجعت تاني لأرض العبودية والسبي، قل له رجعني أرض سبي يا رب، رجعني، رجعني، نفسي أرجع أمسك العود تاني يا رب، نفسي أرجع رنم تاني، نفسي أرجع أفرح تاني، نفسي أقعد قدامك وأشبع بيك يا رب، نفسي، اشتقت، اشتقت الكنعان، اشتقت الأرض كنعان، تعبت من السبي، رجعني، 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 قل له رجعني ليك النهاردة يا رب، رجعني ليك يا رب، رجعني ليك. إذا كنت محبط النهاردة وفشلان، إذا كان موسى مات، إذا كانت الإمكانيات ضاعت، إذا كانت الحاجات اللي بتعتمد عليها وبتتكل عليها اختفت، غابت، إذا كان الشخص اللي بيسندك مش معاك، إذا كان الشخص اللي بتتكل عليه وبيسأل عليك مش موجود، رب النهاردة بيقول لك أنا معك، أنا معك، أنا معك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. إذا كان قدامك، إذا كان قدامك هدف صعب، إذا كان الأردن قدام عينيك، قل له أشكرك لأنك وعدت وأنت صادق يا رب. إذا الناس كلها قالت عكس اللي وعدت بيه، أنا مصدق، أنا مصدق النهاردة إن مفيش كلمة هتقع، مفيش كلمة هتسقط يا رب، مفيش كلمة هتسقط، الكل صار، أنت أمين، أنت صادق، أنت صادق. نتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين، سارة حسبت أن الذي وعد صادقا، حتى إن كان الواقع غير كده، حتى إن كان المنظور غير كده، لكن أنا مصدق في وعدك، أنا مصدق فيك يا رب، مش في الوعد، لأن الوعد مش مهم، الوعد المهم مين اللي وعد، الذي وعد هو أمين، الذي وعد هو أمين. ادينا نرجع لكلمتك يا رب، ادينا نرجع لكلامك، ادينا نرجع للحق. يا ابني احفظ وصايا ابيك ولا تنسى شريعة امك، اربطها على قلبك، على عنقك، اذا ذهبت فهي تهديك، اذا نمت فهي تحرسك، اذا استيقظت فهي تحدثك. ادينا نحفظ كلامك يا رب، ادينا لا يبرح سفر هذه الشريعة من أمام عينينا عشان نفلح. فشلنا، فشلنا لأننا مش عارفين كلامك يا رب. مكتوب هلك شعبي لعدم المعرفة. ادينا نعرف الحق، ادينا نعرف الحق، ادينا نرجع للحق،
ادينا نرجع لسيف الكلمة زي ما كلمتنا في بداية السنة. رجع لنا نمسك السيف من جديد يا رب. سيف الكلمة يكون في ايدينا، يكون في ايدينا، يكون في ايدينا المكتوب. وانا خائر ومحبط، اؤمر النهاردة فتشدد وتشجع. قل له اشكرك، اشكرك لانه لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. لا ترهب ولا ترتعب لان الرب الهك معك حيثما تذهب. لو رحت شمال ولا جنوب، لو رحت شرق ولا غرب، لو قعدت في الكويت ولا هجرت، لو رحت اي مكان في اي زمان، الرب الهك معك حيثما تذهب. هو معاك، هو معاك في الضيق معاك وفي الوسع معاك، في وسط الدموع هو معاك، وانت بتبكي هو معاك، وانت فرحان هو معاك. قل له اشكرك، قل له اشكرك لانك وعدت، ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. نباركك يا رب، نباركك، نباركك. انت اله رائع، انت اله عظيم يا رب. احنا بنمجدك، احنا بنشهد عن صلاحك يا رب. صلي لاجل الكلمه التي قيلت في ضعف يا رب، استثمرها لمجدك. تسكن فينا بغنى يا رب، تسكن فينا بغنى، تغيرنا يا رب، تغيرنا. ليك الكرامة وكل المجد.